السلام عليكم. اليوم بدي اقترح عليكم فكرة مميزة لتقديم الهدايا النقدية. نحن العرب من أكثر الشعوب اللي بتحب تقدم هدايا نقدية بالعالم. ما بنخلي مناسبة إلا ومنقدم فيها مال للأحباب، سواء كانت ولادة، نجاح، زواج، انتقال لمنزل جديد، أو حتى عيديات خلال الأعياد. كلها مناسبات بنحب نقدم فيها مصاري للأقارب والأصدقاء. أحيانا المحلات بتكون مسكرة وما بيصح لنا فرصة نشتري هدايا، ونكون معزومين على مناسبة معينة، والحل المنقذ الوحيد هو إن نحط مصاري بظرف ونقدمه. إذا الهدية النقدية ما في مهرب منها، فحبيت بهالحلقة اقترح عليكم فكرة لجعل طريقة تقديم الهدية أنيقة ومتحضرة ومبهرة. إذا كيف بغلف هدية نقدية؟ أولا بعايد الشخص أو بارك له بكتابة سطرين على بطاقة من وحي المناسبة، وبذكر اسمي. من المهم ذكر الاسم لأنه في احتمال أشخاص تانيين يقدموا هدايا نقدية، فبهالشكل ما بينخلط الحابل بالنابل. وبعدين قبل ما حط المصاري بالظرف، المهم إني عد المبلغ مجددا حتى ما يكون في غلط. كل إنسان ممكن يغلط، من الأضمن التأكد قبل وضع المال بالظرف. إذا بعد وضع البطاقة مع المصاري، ما بحاجة يتلزقوا الظرف، فيكم تتركوه مفتوح فهو حيتغلف بورقة الهدية. ومن ناحية تانية انتو حتسلموا تسليم اليد، ما حتبعتوه البريد، فما في داعي للتشتيت. إذا بقص ورقة الهدية على قياس الظرف، من الجنب لازم يكون معها مجال 1 أو 2 سنتيمتر مثل ما شايفين. اما الورقة لازم تغلف الظرف كليا بهالطريقة هيدي. اذا بعمل ثنيات عن الجنب، برجع بغلف الظرف بهالطريقة. وبحرص انه الورقتين يلتقوا بالوسط. هقربه بعد شوي. الشكل هيدا تمام. ثبته باللاصق الخفي. يحبذ دايما استخدام لاصق خفي لما نغلف هدايا بدل اللامع، لانه بيخفف منظر اللمعة، بين هدية مرتبة اكتر. بعد ما غلفت الظرف بدي زنره بشريط ملون حتى يزيدوا جمال. من المهم اختيار الوان تنسجم مع لون الورقة. هالتصميم في عدة الوان، عندي الاحمر، الابيض، الليلكي، والذهبي. انا اخترت الذهبي لانه الهدية نقدية وبتستحق اللون الذهبي الساطع. بستخدم لاصق مزدوج
بلش من الوسط، لازم نبلش من الواجهة لأنه بالنهاية حيلتقوا مع بعض. ومن الوجه الآخر الأفضل كمان ثبت الشريط بالوسط، هالشي بيضمن الثبات وشكل أنيق. دايما لما نغلف اي هدية لازم كل شي يكون مشدود، سواء الورقة او الشريط. لازم نتفادى احداث ثنيات او تجاعيد حتى تبين الهدية انها مغلفة باحتراف. اذا بلصق الشريط الاول وبلش بالتاني، مثل ما شايفين حيغطي العيب اللي بالوسط اللي هو نقطة التقاء الورقتين. لهالسبب قلت لكم بأول حلقة انكم تسقبوها بالوسط. ثبتوا بالوسط وبكمل حتى يلتقي بنقطة البداية. وبالنهاية بتوجه بوردة ذهبية جاهزة بنفس اللون. هيدي الورقة حتعذبني شوي، حط لها لاصق مزدوج أفضل شي. وهيك بكون غلفت هديتي النقدية بأجمل طريقة ممكنة. فيكم تتفننوا بطرق تانية ما في حدود للمخيلة. عندي هون نموذج اخترت ورقة معدنية ذهبية مع شريط أحمر كتير حلوة، وهون اخترت كمان ورقة شفافة الظرف مبين من خلال الورقة وفي نجوم رسمات مع شريط وحركة. هيدي عملتها باللاصق المزدوج بالشريط، قصيت الشريط بشكل سبعات. عندي هون كمان هدية بسيطة كمان جميلة. من المهم دايما تنسيق الألوان، دايما دايما نختار الألوان حسب لون الأوراق حتى يطلع شي جميل. عندي هون كمان ورقة معدنية مذهبة وحطيت وردة حمراء بالوسط وحولها لفات أشرطة خضراء مع حركة
كتير حلوة. وكمان هون هدية بسيطة، ورقة معدنية فضية مع شريط أزرق ووردة كمان فضية. مثل ما شايفين تنسيق الألوان بيعطيها جمال كتير بسيطة. وعلى فكرة كل ظرف أخذ تقريبا 4 دقايق، ما بياخد وقت. فمن الجميل إنكم من اليوم وصاعدا تغلفوا الهدايا النقدية بهالشكل. بتمنى هالحلقة تكون عجبتكم. إذا حابين تشاهدوا المزيد اضغطوا على الرابط أسفل هالشريط، وفتشوا في اليوتيوب تحت إيهاب بلانيت كلمة وحدة، وما تنسوا الاشتراك. إلى اللقاء.